السلام عليكم، معكم عبير الطالب أخصائية نفسية. موضوع الفيديو ديالنا اليوم وكيفية تهيئ الأطفال ديالنا العودة ديالهم الاستثنائية للمدارس من بعد تلقيحهم ضد كوفيد 19. من بعد ما كنا بتعليم بتناوب وتعليم عن بعد لوليدات ديالكم، اليوم غادي ندخلوا المدرسة بتعليم 100% حضوري. يعني خاصنا نعاودوا نرجعوا هذيك الرغبة التعليم اللي كانت عند وليداتنا، كيفاش انهم يتقبلوا غادي يرجعوا للقسم، غادي يجلسوا حدا صحابهم، غادي يعاودوا يشوفوا الاساتذه ديالتهم، ما غيقراوش في الدار من خلال التليفون ولا البيسي. كنصيحة نصح بها الوالدين هي ليلة قبل ما يمشيوا الوليدات للمدرسة نشجعوهم، نقادو لهم الكارطابل، نقادو لهم الحويجة ديالهم، نفرحوهم، راك غادي تمشي، غادي تلقى بصحابك، غادي تشوف الأستاذة ديالتك. حملة التلقيح اللي عاشها المغرب هذه شهرين، تلقيح الأطفال ما بين سن 12 و17 سنة، ساعدتنا على أننا ننجحوا بتحقيق تعليم حضوري 100% اللي غادي يساعد الأطفال ديالنا بالاكتساب المعرفي. وهذه بادرة اللي كنحيو بها الأطر الصحية والأطر التعليمية اللي نجحت لنا التلقيح ديال الأطفال اللي غيخليهم أنهم يواكبوا سنة دراسية استثنائية ناجحة إن شاء الله بحول الله. رسالة للوالدين باش أننا ننجحوا هذا الموسم الدراسي اللي غادي يدوم إن شاء الله إلى غاية تولوز، أننا نحاولوا نشوفوا الحاجات اللي كيبغيوها الوليدات ديالنا، المواهب ديالهم. كاين طفل اللي عزيز عليه كرة القدم، السلة، التنس، الغناء، الخياطة، كل واحد وأشنو كيعجبو، نحاولوا نديروا واحد الأنشطة نبقاو نمشيو لها الوليدات مرة ولا جوج مرات في الأسبوع، باش أنها ترخف عليهم هذا الضغط النفسي اللي عاشوه هذه عامين. يعني مشدود عليهم في الدار، لو بانيك، أنهم خايفين يتكونتامينا وخايفين أنهم يخرجوا. دابا القضية بدات شوية كترخف عندنا في المغرب، الوليدات هما أكثر فئة ضرات من هاد الجائحة، نحاولوا نرخفوا عليهم بأنشطة موازية، هادشي كامل باش الوليدات يكون عندهم مواكبة السنة الدراسية ويحققوا الأهداف ديالهم وينجحوا إلى غاية شهر يوليو إن شاء الله.